يجيبوا لي بنتي، يعطوها لي ويوروها لي مهما كان الظروف تاعها، يجيبوا لي بنتي ويوروها لي. هذه الغوليه انا من هالي جات تري عندي، ما تخرج ما تدخل، شنو عندها بخميه غاني في الشيان. أول يوم للدخول المدرسي يفتتح بحالة اختفاء طفلة من وهران في وضح النهار، ما يعيد للواجهة النقاش حول ظاهرة اختطاف البراءة، الظاهرة التي عرفت مؤخرا انتشارا في كل ربوع الوطن. ففاجعه اختفاء الطفله فاطمه زهراء عبد الله ميلود ذات 13 ربيعا بعدما خرجت زوالا من منزلها الكائن بسانت جان سابقا متجهه الى متوسطتها، احدثت صدمه كبيره وسط عائلتها اقربائها وجيرانها تحت تاثير سيناريوهات سابقه. هاد الشيء نهارها الاول تاع القرايه تاعها، راحت تقرا الصباح نورمال، حشيه على 12 ولات جات للدار فتره توقع على الوحدة ونص راح تقرا. كي راح تقرا حنا درنا في رسانة راهي في السيام، وهي تقرا في السيام تاع بلي حسن الهواري. مع الليل مع العيشة هكا ولا صايق قطعنا الياس، راحوا للأمن الحضاري هنا الرابع تاع سانت جان، رانا نقارعوا برحمة الوالدين اللي شاف هاد الشيرة يردها لمواليها، راهم محروقين عليها، راهم محروقين. بوها قليل نهار يخدم ونهار ما يخدمش، أمها راها مقيوسة برا من البارح الوحدة ما دخلتش بنتي للدار. من الوحده راه مشرع راهي برا ش 14 لا ماكلاش راه قابلتهم. اختفاء والتلميذه فاطمه زهراء، ولو انه لم يثبت لحد الان انه حاله اختطاف، الا ان الجدل والخوف يعود من جديد في اول يوم دراسي لا يشكل هاجسا مدرسيا اخر غير الاكتظاظ وبعد المدارس ونقص الوسائل، اضافه الى منغصات اخرى يشهدها الدخول المدرسي، ما جعل تخوف الاولياء يتضاعف من فقدان في الذات اكبادهم. فمن سيحمي اطفالنا من هذا الشبح؟